دخلت صراع النمبر 1؟ لا، عمري ما كان عندي صراع نمبر 1، عمري ما كان عندي صراع. دخلته تمام بشغلي، حتى لو مش باختيارك. تمام، بس ما عنديش والله انا 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 فيش حد هو رقم واحد في المطلق. الواحد هو الله. الواحد هو الله طبعا ونعم بالله. فيش اي غير كده، كله في الاوانط. تمام، ومفيش حد واحد طول الوقت. في حد نمبر 1 في حته، مش طول الوقت في حتته. لا لا لا، مش طول الوقت. لا لا، مش طول الوقت. مين عملها؟ فيش حد، فيش حاجه اسمها كده. في لعيبة الكورة، فاهم قصدي؟ أساطير، فاهم قصدي؟ شخص خارق. لا، ما فيش حاجة اسمها كده. دي مش عدلة الدنيا. دي مش عدلة الدنيا. تمام؟ عدلة الدنيا إن النهاردة في مارادونا، وكان قبله في بلاي، وفي النهاردة في ميسي ورونالدو. تمام؟ أنت شايف ده واحد، وده شايف نفسه واحد، وده ده واحد، فاهم قصدي؟ وفي مبابي. بس أنت وإحنا قاعدين دلوقتي مسلسلك رقم واحد، أو لأول مرة هو رقم واحد واثنين. ده فضل ونعمة من ربنا، على مش شطارة مني. البحث. مش حق عرب رقم واحد، مسلسل حق عرب رقم اتنين. ماشي، ده فضل من ربنا وبدعم اخواتي ليا. تمام، لكن انا عمري ما اقول لك انا رقم واحد. تقولهاش ليه يا ودي؟ لان انا مش ما بصدقهاش. مفيش حاجة اسمها كده. انا راجل ناجح. راجل مسلسلي ناجح، مسلسلي مكسر الدنيا. تمام، لان انا لو دمت لغيرك ما كانتش تجيلك، فاهم قصدي؟ فالنهارده انا 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 همي ان انا قاعد بفكر السنه الجايه والسنه اللي بعديها ازاي احافظ على حب الناس ليا، مش على نجاحي. حب الناس ليا عندي فكره ابرك من نجاحي. تعلمت من تجربه حد؟ لا، ده انا اقول لك اتعظت من شيء معين. ما فيش حد. بص، لا تكن مغرورا فتندم، ولا تكن واثقا فتصدم. الغرور بدايه النهايه. تمام، انا النهارده انا ستي، انا مسلسلي انجح مسلسل. تمام، الف شكر والحمد لله رب العالمين. انا اللي شاغلني ان انا قاعد بقى امشي اقول لك انا انجح مسلسل؟ لا، انا شاغلني ان انا السنه الجايه ابقى انجح مسلسل، والسنه بعدها انجح مسلسل. ناجح ولا انجح؟ لا، انجح. ما هو النجاح سهل. يعني يشغلك السنه الجايه ان انت تبقى مسلسل ناجح جدا، ولا ابقى انجح مسلسل؟ لا، يشغلني ان انا ابقى انجح من حق عرب. تمام، من حق عرب. من حق عرب، انا ببتدي من عندي مش من عند حد. بتنافس نفسك بس يعني. انا بقى بنجح من حق عرب. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، انا يهمني حب الناس اكتر من النجاح. يعني انا انجح والناس ما بتحبنيش، ما اشتريش. حب الناس جزء كبير من نجاح مسلسلك، من نجاح حق عرب؟ طبعا، حب الناس ليا ده هو ده الموضوع. انا بقول لك الكلام ده من قلبي. حب الناس ليا هو اللي نايمني مبسوط. بتراهن عليه؟ عارف ان الرهان على حب الناس كسبان في كل الاتجاهات، شغل او غير شغل. ايوه طبعا.